الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من مؤشر النيل. المشهد النهاردة داخل البورصة المصرية لم يختلف كثيرا عن المشهد بالأمس. امبارح كان المؤشر الرئيسي هو اللي أخذ البورصة الارتفاع وأغلقت البورصة على تباين. كان هناك ارتفاع للمؤشر الرئيسي الثلاثيني وكان هناك انخفاض للمؤشر السبعيني. اليوم المشهد ما زال المؤشر الثلاثيني قاد البورصة الارتفاع ولكن المؤشر السبعيني هو المنخفض. المؤشر الثلاثيني انخفض اليوم بنسبة 42% ليسجل نحو 13928.38 نقطة. الارتفاعات شملت أيضا مؤشر إي جي إكس 20 محدد الأوزان النسبية بنحو 54% ليصل إلى 13096.94 نقطة. في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.15% ينهي التعاملات عند مستوى 775.46 نقطة. وهبط أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 79% مسجلا 1737.15 نقطة. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم حيث كان قطاع العقارات هو الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 24.58%. تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 17.77%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 8.82%. أما رابعا فقد جاء قطاع البنوك بنسبة 6.93%. وعن نشاط المستثمرين داخل السوق فنجد أن المتعاملين داخل السوق اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 81.54% من إجمالي التعاملات داخل السوق. كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع أيضا وحصلوا على نسبة 8.27%، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 10.19%. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 75.65%. أما المؤسسات فقد مالت نحو البيع وحصلت على نسبة 24.34% من إجمالي التعاملات داخل السوق. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا فقد تصدرها سهم أكتوبر فارما بنسبة 10%، تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 9.75%، ثم سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية للاستثمارات المالية بنسبة 9.28%، وحل رابعا سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.4%. الأسهم الأكثر انخفاضاً تصدرها سهم الأسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.77%، ثم سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 8.38%، تلاه سهم الألومنيوم العربية بنسبة 7.99%، أما رابعاً فقد حل سهم العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.48%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 900 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 768 مليار جنيه و700 مليون جنيه بعد تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. مشاهدينا للمزيد من التحليل والتوضيح حول أداء البورصة اليوم يسعدني أن ينضم إلي في استوديو النيل الأستاذ محمد شعراوي خبير أسواق المال. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. يعني هنتابع تقرير حول أداء البورصة اليوم ونرجع مع حضرتك على طول عشان نبدأ التحليل بإذن الله. مشاهدينا نتابع هذا التقرير ونعود مع حضراتكم مرة أخرى للتحليل. للجلسة الثالثة على التوالي يتواصل الأداء المتباين لمؤشرات البورصة المصرية في دلالة على اختلاف أداء أسهمها ما بين الارتفاع والانخفاض لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء. البورصة تأثرت بعمليات شراء من قبل الأفراد بمختلف جنسياتهم المصريين والعرب والأجانب، فضلا عن صناديق الاستثمار والمؤسسات العربية. قابلها عمليات بيع للمؤسسات المصرية والأجنبية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي شهدت طفرات سعرية في الجلسات الماضية. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 900 مليون جنيه ليصل إلى 768 مليار و774 مليون جنيه
بعد تداولات بقرابة مليار و400 مليون جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 صعد بنسبة 42%، بينما نزل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 1.15%، وتراجع مؤشر جيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 79%. التداولات شملت 193 سهما لشركات مقيدة في البورصة، انخفض 95 سهما منها وارتفع 78 سهما واستقر 20 سهما دون تغير يذكر. اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدينا، وبجد ترحيبي بضيفي في الاستوديو الاستاذ محمد شعراوي خبير اسواق المال. يعني استاذ محمد، اليوم الثاني على التوالي البورصه بتغلق على تباين، المؤشر الرئيسي بيرتفع وان كان ارتفاع طفيف جدا غير اللي احنا اعتدنا عليه في الفتره السابقه، والمؤشر السبعيني هو اللي منخفض ايضا لليوم الثاني على التوالي. قراءتك للسوق النقدي؟ مبدئيا ارحب بحضرتك والساده المشاهدين. خلينا الاول نتكلم على جلسه التداول اليوم، كانت جلسه مهمه جدا. لو هنبدا نتكلم عنها خلينا نقسم الجلسه النهارده لثلاث اجزاء مهمين جدا. الجزء الاولاني بعد بدايه الجلسه الساعه 10 صباحا حصل ارتفاع قوي جدا في البورصه المصريه، يمكن قعدنا حوالي ساعه السوق بيطلع، وصل لحد 14049، ودي كانت نقطه مهمه جدا بارتفاع حوالي 120 نقطه. لكن سرعان ما في نص او في ثلث الجلسه الثاني حصل تباين في السوق، ابتدى يبقى فيه بيع، ظهر بيع من المؤسسات الأجنبية وظهر بيع من المؤسسات المصرية كمان. يمكن المؤشر ابتدى ينزل شوية وابتدى حاول يعاود تاني يحافظ على نقطة ثبات فوق ال 14000 نقطة، وده كان في الثلث التاني من الجلسة. لكن في الثلث الأخير من الجلسة للأسف اتكسرت ال 14000 نقطة ليصل إلى 13928 نقطة، ارتفاع حوالي 58 نقطة 42%. طب السؤال اللي هيطرح نفسه، أسباب انه جه على اخر الجلسات والمؤشر اخذ في الانخفاض؟ خلينا نقول ان احنا جبنا قمه مهمه جدا، يمكن القمه دي احنا جبناها قبل كده، هي ال 14 قرب ال 14100 نقطه. النقطه دي نقطه مهمه جدا، يمكن كانت نقطه تاريخيه بالنسبه لنا احنا في السوق المصري، ان احنا كنا اول مره نجيب ال 14100 نقطه. لما بجرب عليها مره ثانيه بيبقى عمليه صعبه قوي ان انا اخترقها بسهوله، لان بتظهر فيها نقط بيع قويه جدا. فالنهارده معظم المستثمرين النهارده لما ابتدى يشوف ال 14050 وقرب ال 14100 نقطه وهو محقق ارباح في معظم الاسهم، فابتدى يعمل جني ارباح جزء لبعض الاسهم بتاعته. فخلينا نقول ان احنا البورصه بتاعتنا خلال الفتره القادمه على المدى الطويل، انا بتكلم في على المدى الطويل المؤشر ممكن يوصل 15000 نقطه و 16000 نقطه. لكن خلينا نتكلم في معظم مستثمرين الافراد او معظم مستثمرين الريتيل بيبتدوا يحب التعامل ده، فهو يبتدي يشتري ويبيع ويبتدي يدخل ويخرج من السوق، اللي هي اسهم المضاربات اللي نقدر نقول عليها اسهم المضاربات. وده بيظهر قوي جدا في معظم اسهم الاي جي اكس 30 ومعظمها اكتر في الاي جي اكس 70. فابتدى يبقى في جني ارباح في معظم القطاعات النهارده زي القطاع العقاري، يمكن القطاع العقاري هو رفع السوق في الفتره السابقه، ابتدى يبقى في بيع النهارده، شفنا بيع في القطاع العقاري، شفنا هل ده تشبع القطاع؟ يعني هل ده عمليه البيع بتبقى نتيجه التشبع وصل لمراحل قويه جدا فبدا اعاده بقى جني ارباح مره ثانيه؟ معظم اسهم لسه ما وصلش للتشبع، لان بعد التعويم حصل تقييم لمعظم الاسهم، فالقيمه الدفتريه بتاعت معظم الاسهم اقل يعني اكتر بكتير جدا من القيمه السوقيه اللي موجوده دلوقتي في السوق. خلينا نقول التشبع وصل لمعظم المستثمرين في بعض الاسهم، في ان هو ابتدى دلوقتي ابتدى يبيع ويفكر ان هو يخلي سيوله معاه لما يبتدي ينزل السوق، لان نقطه ال 14100 نقطه مهمه جدا ونقطه مقاومه يعني شديده القوه، مش هقدر اعديها بسهوله. فهنقدر نقول ان احنا هيبتدي يعمل تيست تاني المؤشر العام للبورصه المصريه اي جي اكس 30 عند 13800 نقطه. 800 ومنها لو ما قدرناش نسبه فوق 13800 يبقى عندنا 13400 نقطه. انا اعتقد ان 13800 نقطه قويه جدا، نقدر نعود منها الصعود مره اخرى لل 14000 ونكسر 14100 لنصل لل 14500. فدي هترجع للفترة القادمة، هل في سيولة حقيقية داخلة للسوق؟ هل في كاش ماني لسه جديد هيخش للسوق؟ وخصوصا كمان ان في اخبار ايجابية اقتصادية في الفترة الجاية كتيرة جدا، يمكن اقربها كمان احنا احتمال كبير قوي يبقى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار غدا تناقش، وعندنا كمان طروحات جديدة في بداية السنة.
فانا اعتقد ان زي ما قلت لحضرتك في اول كلامي ان المدى الطويل لا احنا قدامنا ل 15000 نقطه و16000 نقطه. نعم. طب المؤشر السبعيني دايما احنا يمكن تابعنا على مدار الفتره اللي فاتت المؤشر السبعيني كان اداؤه كويس جدا، ارتفع بنسب كبيره جدا في الفتره اللي فاتت وكان عليه شغل، يمكن في عمليه تبادل ادوار بينه وما بين المؤشر التلاتيني، ولكن احنا بقى لنا كام جلسه بنشوفه منخفض. اسباب انخفاضه هل مثلا وصل التشبع او القيمه السوقيه بتاعته تشبعت فبدا يرجع تاني تراجع عشان يرجع تاني يصحح وضعه، يعني عمليه تصحيح اكتر؟ خليني ابدا كلامي من النقطه اللي حضرتك قلتيها ان في تبادل مراكز بيحصل. فعلا احنا عندنا المؤشر عامل اي جي اكس 70 النهارده كان 775 نقطه بارتفاع 9 نقط، حوالي 1.25% صعود انخفاض. خلينا نتكلم في ان احنا عندنا نقطه دعم مهمه جدا هي 760. احنا معظم الكاش اللي كان موجود في الاي جي اكس 70 ابتدى يخرج ويخش في قطاع العقارات اللي موجود في الاي جي اكس 30، وده شفنا في اسهم كتيره جدا زي اعمار مصر زي بالم هيلز زي سهم زي المنتجعات، شفنا اسهم قويه جدا في الاي جي اكس 30 ابتدت تشتغل. فانا اعتقد ان الاي جي اكس 70 عنده نقطه دعم مهمه جدا هي ال 760 نقطه. النقطه دي مهمه جدا لانه لو كسرها لتحت هتبقى عندي لحد 725، فانا اعتقد ان هو هيقدر يحافظ عند ال 760 ويبتدي الصعود مره اخرى ل 780 ومنها ل 790 نقطه. تمام. طيب لما نبص لاداء المستثمرين داخل السوق هنمسك الاول الاجانب، هنتكلم عنهم افراد ومؤسسات. يمكن في الافراد هم بايعين، يعني احنا يعني اداء الاجانب في الفتره الاخيره عليه علامه استفهام، يعني هم جم من بعد التعويم مباشره كان ليهم عمليه شراء قويه جدا، ويمكن نقدر نقول ان هم اللي خدوا السوق وصعدوا في الفتره الاخيره خاصه حجم التداولات، ولكن الفتره الاخيره يمكن مش عارفه نرجعها لثبات سعر الدولار ولا ايه، بس حصلت عمليه هدوء لعمليه الشراء للاجانب بل واتجهوا كمان للبيع. طيب يعني تحليلك لاداء الاجانب ايه في الفتره؟ خليني اقول يعني همسك جزئيه هنا نقسم الاجابه لجزئين مهمين جدا. الجزء الاولاني ان الاجانب لما ابتدوا يشتروا من بعد التعويم كان المؤشر عامل البورصه المصريه كان قرابه ال 7000 نقطه. فهو لما ابتدى يجيب كان عنده مشكله كبيره جدا قبل التعويم ان هو كان الدولار ازاي يقدر يحوله والبنك المركزي وكان في سعرين للدولار في مصر فكان مخليه مش قادر يشتغل او بياخد راحته في الشغل. دلوقتي بعد التعويم وصل الدولار، هو جاب لي الدولار خده من الدهولي. انا لما خدت الدولار كان ساعتها وقت الدولار 18 جنيه ونص او قرابه 18.40، فطبعا ابتدى يتشبع في الشراء وابتدى يعمل طلعه قويه جدا في المؤشر، ويمكن شوف المؤشر طلع من 7000 او 8000 نقطه النهارده بنتكلم في قرب ال 14000 نقطه، فعمل ارباح في معظم الاسهم قرابه ال 100% و60% و70% في اسهم كثيره جدا واسهم قياديه. النهارده هو شايف الدولار عامل كام؟ الدولار النهارده احنا بنتكلم في الدولار عند 17 وي ماشي، هو حقق ارباح من البورصه خلاص. فابتدى يخرج وعايز يحقق ارباح كمان من فرق العمله فابتدى بقى ايه يبيع لي تاني يطلب مني بتاعي. الدولار تاني بس يعني ده معناه ان المستثمر الاجنبي الوحيد اللي استفاد في البورصه من بعد قرار تعويم الجنيه او الاكثر استفاده؟ لا بالعكس، احنا المؤسسات المصريه استفادت، الافراد استفاد، مفيش حد دخل البورصه في الفتره السابقه ديت الا وحقق ارباح كويسه جدا، بس هي احنا عندنا مشكله صغيره جدا. انا محتاج ان انا اجيب مستثمر اجنبي يفضل قاعد معايا في السوق، يفضل يكمل معايا في السوق. طب حضرتك بالظبط يمكن ده كان هيبقى سؤالي لحضرتك، يعني حضرتك شايف ان طبعا الدوله ووزاره الاستثمار في الفتره الاخيره ليها نشاط كبير جدا في الخارج بتحاول جذب الاستثمارات للداخل، وده يمكن باين من خلال قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذيه والكلام ده كله، ولكن احنا زي ما حضرتك ذكرت يعني دايما بنسعى لاستثمارات خارج سوق المال، ولكن امتى هنجذب استثمارات داخل سوق المال اجنبيه؟ الاستثمار الاجنبي عشان يدخل سوق المال لازم اعرف ايه المشكله اللي عندي داخل سوق المال اللي بتخلي معظم المستثمرين الاجانب مش متواجدين في السوق المصري. لما اجي هشوف النهارده الفوليوم بتاع المؤشر العام للبورصه المصريه هلاقي الفوليوم النهارده 1.3 مليار. طيب دولار جنيه انا بتكلم في 1.3 مليار جنيه النهارده حجم تداول السوق 1.3 مليار كتداول فلما نيجي نحسبها على 5 جلسات في الاسبوع هبص الاقي متوسط الجلسات كلها حوالي 6 مليار جنيه. طب 6 مليار جنيه دوت ده حجم ضئيل جدا بالنسبه لصندوق اجنبي يقدر او مؤسسه اجنبيه تيجي تستثمر عندي، وهي حجم الصندوق بتاعها بيبقى قرابه المليار دولار، يعني لما يجي يحوله هيحوله ل 18 مليار جنيه مصري. فهيقابل مشكله كبيره قوي في الدخول في السوق. طيب ايه اللي مطالب مننا احنا بقى عشان اقدر ازود حجم تداول السوق؟ اهم حاجه عندي رقم واحد لازم اضع اليات جديده داخل السوق تقدر ترفع الفوليوم بتاع السوق بتاعي.
من اهم هذه الاليات احنا موجود عندنا التي بلس زيرو والتي بلس 1، يبقى ناقصني اليه مهمه جدا اللي هي الشورت سيلينج اللي هو البيع بغرض الشراء، هزود الفوليوم بقوه جدا. الحاجه الثانيه المهمه جدا الطروحات الجديده، ودي يمكن بتلجا لها الحكومه المصريه الفتره القادمه، اللي عندنا 7 طروحات للحكومه، عايزين الحكومه عايزه بس المؤكدين لغايه دلوقتي 2 اتنين، هو بنك القاهره وشركه ام بي معايا. بس الطروحات الجديده لما انا اساعد ان يبقى في طروحات جديده داخل السوق هيزود الفوليوم بتاع السوق، يبقى في حركه في التداول في الشراء والبيع. ايضا اساعد الاسهم الموجوده داخل البورصه المصريه في ان هي تقدر تعمل زيادات راس مال وتزود الاسهم بتاعتها ويبقى في حركه اكتر وفي تداول. برضك من الحاجات المهمه جدا انا عندي صندوق مهم جدا اسمه صندوق حمايه المستثمر. صندوق حمايه المستثمر دوت حجمه 6 مليار جنيه. كل اللي بتعمله إدارة البورصة إن هي بتاخد الصندوق دوت حطاه كوديعة في البنك وبتاخد عليه فايدة. طب ما نستثمره كمان في البورصة وحقق منه عائد. ده رقم 4. رقم 5 حاجة مهمة جدا، ما تداول السندات في البورصة. إحنا ليه مستنيين على إيه تداول السندات في البورصة؟ عايزين يبقى في حركة تداول السندات في البورصة عشان نقدر نزود الفوليوم. تمام. سادس حاجة مهمة جدا، لازم إعادة النظر في ضريبة الدمغة. تاني هرجع اقولها، لازم اعاده النظر في ضريبه الدمغه مهمه جدا. بس احنا شفنا ان السوق ما تاثرش كتير، يمكن اغلب المحللين تحدثوا ان السوق تخطى النقطه ديت، بس هتساعد اكتر يبقى في فوليوم اكتر، هتساعد اكتر يبقى في عمليات تداول تي بلس زيرو كتير في الجلسه. تي بلس 1 النهارده انا بشتري عشان خاطر ابيع، بس انا عموله السمسره وضريبه الدمغه وعموله الحفظ كل ده بس انا عشان اقدر ابيع. طب لو نشيل منهم حاجه هيبقى في تداول اكتر وفي تداول اسرع. الحاجه المهمه جدا دور الرقابه والاصلاح. يمكن النهارده حصلت حاجه غريبه جدا، احد اعضاء مجلس الاداره او احد رؤساء مجلس الاداره احدى الشركات المقيده في البورصه اعلن ان السهم بتاعه بيتداول في السوق ب 12 جنيه، النهارده يطلع يقول لك السهم هيجيب 20 جنيه خلال شهرين. طب انت حضرتك على اي اساس بتقول الكلام دوت؟ قال لك اصل في سنه دي بتشتري فيه. لا ما تجيش تقول لي كده. يعني انت النهارده عشان ترفع السهم بتاعك في البورصه تروح تقول لي احدى الجرايد ان السهم بتاعي لا طبعا، انت تقول لي هيعمل 20 جنيه من عند سيادتك. طب حضرتك يعني كل المقترحات اللي حضرتك ذكرتها لغايه دلوقتي يمكن 6 مقترحات حضرتك دي غايبه عن اداره البورصه، يعني هل اداره البورصه مش على علم بيها لعمليه انعاش البورصه خاصه وتكون عامل جذب للمستثمر الاجنبي؟ لا بالعكس، اداره البورصه ابتدت فعلا تشتغل على موضوع الشورت سيلينج وابتدت تعمل فعلا صندوق للشورت سيلينج عن طريق المقصه، صندوق ل جذب اسهم لمعظم المتعاملين عشان يتم اقراضها في الشورت سيلينج. ابتدوا يفكروا فعلا في الطروحات الجديده. يمكن اول كلمه قالها نائب رئيس البورصه الاستاذ محسن عادل، قال لك احنا عايزين نخلي الهدف بتاع البورصه هو هدف تمويلي لمعظم الشركات، وده تم فعلا في الطروحات الجديده وزياده طيب راس المال. طيب انا طبعا معيش لضيق وقت البرنامج، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد شعراوي على هذا التحليل. احنا بنعتذر طبعا عشان وقت البرنامج انتهى. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد شعراوي خبير اسواق المال على هذا التحليل، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام. غدا باذن الله حلقه جديده وفريق عمل جديد. اشكر لحضراتكم حسن المتابعه لهذه الحلقه والى اللقاء.